يا صباح الفل، يا صباح الهنا، جمعة سعيدة عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ مين جوه؟ عاملين ايه النهاردة؟ بنبخر، انا بحب ابخر يوم الجمعة جدا جدا. معلش المبخرة بتاعتي قديمة، معلش بقى حقكم عليا. بجيب البخور من الحسين واولع فحم على البوتاجاز ونشغل القرآن ونعليه ونبخر شقتنا ونبخر عيالنا ونبخر نفسنا ونرقي وربنا يحفظنا جميعا يا رب. النهاردة الجمعة هنعمل أكلة حلوة ليهم، سهلة وسريعة ان شاء الله تعجبكم. قلت اصبح عليكم واحنا بالبخور كده وابخركم معايا، ربنا يحفظكم من كل شر يا رب. تعالوا نروح المطبخ بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. اول حاجه حبايب قلبي، حطيت الطاسه على النار، حطيت زيت عباد. ماشي، النهارده هعمل مكرونه بالسي فود. هعمل طريقتين، هي طريقه واحده يعني بس اعملها بشكلين مختلفين. ماشي، هنا حطيت الطاسه تسخن، حطيت عليها 4 5 6 معالق زيت عباد، 3 بصلات كبار. الطاجن، الطواجن دي بتحب او الصواني دي بتحب البصل الكتير والثوم الكتير. ماشي، اول حاجه دخلت المطبخ رحت سلقه مكرونه، كيسين مكرونه قلم او كيس ونص مكرونه قلم، دي اول حاجه. خلاص نسيب بقى الحلو ده كده يصفر. هنعمل ايه بقى عشان نستفيد بالوقت؟ هنعمل بشاميل. حطيت زيت برضو وحطيت حوالي 10 معالق او 11 معلقة دقيق. ليه؟ لان انا هعمل زي ما بقولكم هعمل صينيتين. خلاص، وادي المكرونة بوريكم ان انا سلقت المكرونة من شوية، يعني اول ما دخلت المطبخ كده وانا بعكرة تروح تسلق المكرونة. خلاص حبايبي، هنا بقى البصل انا عايزاه يصفر كده ويبقى ذهبي ويطلع لي السكر بتاعه. نسيبه براحته على النار يا بنات، ماشي، ما نستعجلش عليه. خلاص، والزيت بس يسخن شوية ونروح نازلين بالدقيق يا حبايب قلبي. طبعا البشاميل كلنا عارفينه. خلاص بصوا، الوجبه دي النهارده ما كلفتنيش 100 جنيه، بس ايه، بصوا هنا انا بحط الدقيق، ماشي، بس ايه يا بنات، عملوا لي صينيتين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، فخمين جدا جدا ويتباعوا بره غاليين، ولو عندك عزومه بصي تفتخري بيهم. هقول لك على السعر في الاخر انا كلفني كام. هنا حطيت الدقيق على الزيت وببتدي اقلب يا حبايبي، وبرده كل شويه اقلب فين؟ في البصل، زي ما بقول لك عايزاه يبقى ذهبي فاتح كده يطلع السكر بتاعه. خلاص يا قلبي، واروح جبت راس توم كبيره، برده الطواجن دي بتحب راس التوم الكتير، واروح حاطاه على البصل ونبتدي نقلب برده يا حبايبي، ونروح ايه برده يصفر شويه. طبعا انتوا عارفين الطريقه بتاعتي. خلاص، هنا بحط 2 معلقة سمنه بلدي في البشاميل، يعني رحت جبت سمنه بلدي وحطيت فوق الزيت. البشاميل لما يبقى الماده الدهنيه بتاعته زياده مش وحش، بيبقى حلو جدا وجميل. البشاميل ده ما فيهوش يا بنات غير لبن بس ومكعب مرق، ما فيهوش بيض. البشاميل ده ما فيهوش بيض خالص. خلاص هنا، خلاص بصوا بوريكم ان هي هتبتدي تصفر. ادي التوم اهو، بصوا راس توم كبيره ازاي، كبيره محترمه كده. ماشي، نفرمها برده في الكبه ونبتدي بقى ايه، نروح نسيبه برده شويه كده مع بعضهم كده والاقي الريحه تطلع. خلاص هنا بقى بصوا البشاميل اللي بيبقى اصفر، بصوا بيبقى فاتح، دي بيفتح اول جيم ما بيفتح بيفتح كده. نزلت عليه بكيلو ونص لبن، كيلو ونص لبن، ادي ده كيلو، ماشي، لا كيلو ونص، 2 كيلو وربع لبن، 2 كيلو وربع لبن، ده كيلو، وفي كيلو تاني برضو بفتحه دلوقتي هحطه، وبعد كده حطيت ربع كيلو تاني، يعني حوالي كوبايه. فهمتوني ازاي؟ عايزه تحطي ميه كملي ميه، بس بصراحه انا بحب اعمله لبن صافي. ما تحطيش شوربه، دي ما فيهاش شوربه. عندك بقى يا قلبي سلقه جمبري، قشر جمبري كده وعامله شوربه، حطي بقى هيبقى رائع، يعني نص لبن ونص شوربه يبقى خطير. وهنا تبص بقى، خلاص خلاص اصفرت ازاي، بقت حلوه. هنبتدي بقى هنا ايه، بوريك ان البشاميل خلاص لفيته وحطيت فيه الملح والفلفل والبهارات بتاعته. هنا بقى بصوا، ده كان عندي نص كيلو فليه قشر بياض، غسلته وصفيته، تقطعيه مكعبات حلوه كده وتبتدي تنزلي عليه، برده ياخد تقليبتين ومش عايزاه يستوي 100%، وهقول لكم ليه دلوقتي. بصوا اهي خلاص، ماشي، مش عايزاه تستوي، يعني مجرد ما احس ان لونه غير وابتدى يستوي، ها خلاص، وهقول لكم ليه. ونروح جايبين شويه الجمبري، ربع كيلو جمبري كان عندي، ربع كيلو قشرتهم، شلت قشره في الفريزر هحتاجه بعد كده اقول لكم. ورحت حطيت ربع كيلو الجمبري. النص كيلو الفيليه ده انا جايباه ب50 جنيه، والربع كيلو الجمبري ده كان الكيلو ب120 جنيه، برده جايبه ربع كيلو في حدود كام يا بنات، يبقوا 30 جنيه، ادي 80 جنيه. ماشي، وادي البشاميل اهو، بقول لكم خلاص البشاميل كده خلاص خلص، والسمك بتاعه اللي انا عايزاه بيعمله خفيف ما تعملهوش سميك. وخلصت، حطيت الملح والفلفل بتاعه، وحطيتش حبه سكر، وحطيت مكعب مرق. خلاص هنا كده بصي بقى،
اول ما نزلت بالجمبري يا بنات، مجرد ما ياخد لون، لون مش يستوي، ياخد لون، هو مش باين، عشان بس بوريك ان هو لونه بقى برتقاني، نبتدي ننزل عليه بقيه الحاجه مش تسوي. ليه؟ لان لسه هياخد في الفرن، مش عايزينه يشد. نجيب التوابل بتاعتنا الحلوه، ملح، سكر، توم باودر، بصل باودر، كزبره ناشفه، وفلفل وقرفه. كمون؟ لا، كمون في الاكله دي ممنوع، هيكرف مع البشاميل واللبن. ملح وفلفل وسكر وتوم باودر وبصل باودر وكزبره ناشفه، وممكن تحطي بابريكا، بس البابريكا هيغير لي لون البشاميل. هنا بقى 3 4 فلفلات رومي ملونين على طماطمايه واحده. طب ليه طماطمايه يا حنان؟ بتسكرها، بتخليها مسكره كده حلوه، فاهميني ازاي؟ وكل ده على نار عاليه يا بنات، مش عايزه السمك ينزل ميته ولا الجمبري يستوي والفيليه وبعد كده مدخله في الصينيه في الفرن يشد، فهمتوني؟ انا هنا حسيت ان الفلفل قليل، فروحت جبت شويه من الفريزر اللي عندي، ما كانش عندي فلفل اخضر. ممكن تحطي فلفل اخضر، ممكن تحطي فلفل سبايسي، واو تبقى خطيره ملهلبه كده. خلاص قلبت قلبت تقلبتين ورحت طافيه عليه النار. بصوا بقى، طفيت النار يا بنات، دي كابوريا صوابع. كابوريا صوابع بتجيبيها، دي مستويه اصلا، ماشي، بتتعمل اكلات كتيره جدا. جبتها طلعتها، بتتحفظ في التلاجة عادي، ماشي، قطعتها مكعبات صغيره. خلاص طفيت النار، طفيت النار يا بنات، ما تتحطش على النار عاليه، ما تتحطش على النار خالص، وتروحي نازله بالكابوريا ونبتدي نقلب نقلب. خلاص كده الحشو بتاعنا خلاص خلص، خلاص ماشي، مكرونتنا مسلوقه، البشاميل بتاعنا مستوي. خلاص رحت عامله ايه؟ جايبه طبق حاطه فيه المكرونه. النهارده هعمله بطريقه تانية، المره اللي فاتت عملته حشو نصين، ماشي، بقول لكم المره اللي فاتت عملته حشو يعني حشيت في النص، النهارده لا، جبت كيس المكرونه اللي انا عايزاه المسلوق ورحت حاطه فيه الحشو، وحطيت عليه معلقتين بشاميل. في الاثناء دي يا قلبي لو عندك جبنه موتزاريلا حطي جوه الحشو جبنه موتزاريلا، هتبقى رائعه. بس طبعا انا ولادي ربنا يخليهم بيخلصوا لي الجبنه الموتزاريلا، كل ما اجيبها بتخلص بسرعه. وابتدي قلبي كل الخليط في بعضه كده يا عينيا. خلاص هنحتاج حشو تاني، نحط حشو تاني. والبايركس اللي انت شايفاه قدام ده انا رحت حطاه من تحت كبشتين بشاميل، بشاميل زي ما قلت لك، لبن ودقيق وسمن وزيت وملح وفلفل ومكعب مرق فقط لا غير، بس ما تحطيش حاجه تانيه. لو عندك شوربه جمبري ممكن نستغنى عن كيلو لبن، نحط شوربه جمبري. خلاص بصي هنا بقى نبتدي نقلب نقلب، عارفين يا بنات عايزه تاكل زي ما هي كده، والله العظيم تحفه تحفه تحفه. خلاص ونبتدي ننزل فيه في الصينيه، بنخلي بالنا ان الصينيه دي مش عاليه مش مرتفعه، فلازم يبقى انا عاملاها سمك رفيع يا بنات عشان خاطر لما احط البشاميل ما يقعش بره، فهمتوني ازاي؟ هي حسيت انه كتير على الصينيه، فابتديت قلت لا كفايه كده عشان لما احط البشاميل ما تطلعليش من بره ويقع مني في الصينيه. خلاص هنا كده خلاص ببتدي بسويه، وبعد كده يا حبايب قلبي حسيت ان هو لا عايز شويه ايه حشو تاني، قلت احط على الوش شويه حشو تاني، حطيت على الوش شويه حشو، وبعد كده رحت نازله اللهم صل على النبي بالبشاميل اللي غطيته بشاميل كله. كنت مشغله الفرن بقى في الاثناء دي درجه حراره 220 رف وسط، حطيت البايركس ده يا بنات على صاج او على صينيه ورحت مدخله رف وسط، ما كملش معايا نص ساعه وطلع زي الفل. الحشو ده يا بنات تقدري تخليه، ولو زاد منك تحطيه في كيس وتشيليه في الفريزر، مش هيجرى له اي حاجه، ونستخدمه في اكلات، نستخدمه في حشوات، نعمل بيه حاجات تانية. دي الصينيه التانية، الصينيه التانية دي يا قلبي انا هعملها طبقات، اللي هي طبقه من تحت بشاميل وبين مكرونه وبين حطيت حبه بشاميل وكده، انزل بالحشو وبعد كده نحط مكرونه، دي بقى اللي هي ايه في النص حشو، فهمتوني ازاي؟ وننزل بالبشاميل، وزي ما عملت في اختها برده حطيتها على صاج ورحت مدخلها الفرن. نروح بقى نطلع اكلتنا الحلوه، واقول لكم وش الريحه قلبت لي المطبخ. اه بصوا بقول لكم هنا، معلش انا اسفه، دي اقدر ما احطهاش في الفرن واروح قافلها بستريتش ومدخلها الفريزر تقعد معايا شهرين، تطلع من الفريزر تسيح خالص تبقى بحراره المطبخ وندخلها الفرن يا بنات، عشان ده بايركس يا حبايبي ما يتكسرش. الريحه قلبت المطبخ يا بنات، يا خبر ابيض، تحفه تحفه تحفه، وجوسي وطري كده وملزلز، ووو ما اقولكوش، بموت انا في صينيه المكرونه السي فود، بحب بتبكبك، عارفين بتبكبك؟ بصوا بتبكبك ازاي، تحفه تحفه في التحفه. بصوا كنت لسه مطلعاها من الفرن، والتانيه كمان بصي شايفه، طبعا لو فيها جبنه موزاريلا ما اقولكوش، بصي سايحه. انا بحب البشاميل السايح يا بنات، ما بحبش البشاميل اللي تبقى ماسك في نفسها، ده انا بحب البشاميل يبقى سايح ونايح على نفسه كده، فهمتوني ازاي؟ بصي اهي شايفين، رائعه رائعه.
اللي وصلت لحد هنا تعمل لي لايك، اوعي تنسي زي ما اقوله تعجبك صينيه المكرونه وتنسي اللايك، لا انا عايزه لايك كتير هنا بقى. بصي حته مكرونه مع حته جمبري مع حته فيليه مع الفلفله مع البصل، واو، وانسي الاكله دي جنبها حبه سلطه، وان الله يحب المحسنين، وتشرفك قوي في اي عزومه. تنسنيش في اللايك، لايك لايك لايك. خلاص حبايب قلبي بحبكم قد الدنيا دي كلها، جربوها بطريقتي وفي حفظ الله ورعايته، انا حنان رمضان.